نعود إلى موضوع آخر تطورات في الرقة وما بيحدث مع قوات سوريا الديمقراطية في عملياتها ضد تنظيم داعش. من القامشلي دكتور ناصر حاج منصور مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نتحدث معه عن العاجل الذي ورد قبل قليل فيما يتعلق باستعادة حي سد البعث بالرقة. ما أهمية هذا السد بداية دكتور ناصر؟ وهل من معلومات لديك طبعا عما حدث؟ تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد أن أكبر السدود هي سد الفرات الذي تم تحليله قبل فترة، وسد تشرين الذي قبله وهذا سد البعث والسد الثالث، تشكل بمجملها كل الطاقة العامة الكهربائية الأساسية في سوريا. من الناحية العسكرية هذا السد يقع تحت سد الفرات وهو الأقرب إلى مدينة الرقة، بين الرقة والطبقة. هذا بالإضافة إلى أنه في هذا اليوم لا زالت الاشتباكات ربما مستمرة في منطقة المنصورة والهنيدة، وهي بلدات تقع بين منتصف المسافة بين الطبقة والرقة، وهي عمليات وهي أكبر البلدات الموجودة في حول الرقة، وبذلك تكون إحدى القلاع الأخرى التي كان يتحصن فيها داعش ويراها إحدى نقاط الدفاع الحصينة من أجل الهجوم أو تحرير الرقة، تكون قد سقطت هي الأخرى وتم تحريرها في هذه الساعات، ربما 90% أو أكثر منها محررة. ماذا يعني هذا فيما يتعلق بوضع داعش على الأرض والتقدم الذي تحرزه القوات سوريا الديمقراطية؟ يعني أمس اندلعت هذه الاشتباكات وعلى مدخل سد البعث، ويعني على بعد 22 كيلومتر غرب الرقة، كما قلت بأنه هي الأقرب من الرقة، أن تتم استعادة هذا السد بعد معارك يعني لم تأخذ وقتا، ماذا يعني؟ نعم، يعني أن داعش بدأت تفر من هذه المناطق، خصوصا يكون بعلمكم أن التكتيكات العسكرية المتبعة بعد أن تقدمت قوات سوريا الديمقراطية باتجاه مدينة المنصورة أو بلدة المنصورة وقامت بتحريرها، وكذلك بلدة الهنيدة بجانب المنصورة، هذا عزل سد البعث كليا، ولذلك وجدت داعش أن قواتها في السد او ما شابه في حصار المطلق، لذلك لم تتمكن من الصمود كثيرا امام هذه الهجمات، خصوصا المنسقه بين قوات سوريا الديمقراطيه والتحالف الدولي. عمليا في المناطق المتاخمه للرقه بدا داعش تنهار كليا وبدا تنسحب الى نقاط داخل المدينه. في بسد البعث، اعذرني اذا ما عدنا لهذا العاجل، تقسمون المهام؟ يعني ثمت قوى اليوم هي تؤمن سد البعث بعيدا عن التقدم المستمر الذي تقومون به؟ اختي الكريمه، نحن نحارب تنظيم يمتهن كل او يرتكب كل انواع المجازر، يعني لا يتوانى عن ارتكاب اي شيء، لذلك كل المناطق المحرره هناك قوى تبقى فيها لتحميها ولتمسك الارض، ونسميها هذه قضيه مسك الارض، هذه مهمه جدا. يتم مسك هذه السدود ومسك المناطق ومسك المنصوره والتقدم ثم باتجاه الرقه، هذا من جهه الغرب او من جهه السد. هذا بالاضافه الى ان النقاط الاخرى من الشرق ومن الشمال باتت القوات السوريه الديمقراطيه على مشارف المدينه احيانا على بعد 2 كيلومتر او 1 كيلومتر او 3 كيلومتر، نعم، على قرب من المدينه، وباتت ان تصبح القوات على قرب اقتحام المدينه مساله قرار، صحيح، على قرب من المدينه اكثر فاكثر. يعني تختلف هذا الموضوع بين عده كيلومترات وبين النقاط التي تستعيدونها، صحيح؟ يعني نتحدث عن هذا السد، هذه الطاقه الاساسيه لسوريا. نعم، سد الفرات او سد البعث الذي يسمونه هو السد الذي يلي سد الفرات، وهو سد تخزيني ايضا وسد تنظيمي. هذا السد يليه فيما بعد مدينه بلده المنصوره او ما شابه، وبلده المنصوره هي تقع بين السد ومدينه الرقه. طيب. تم الان تحرير تقريبا اكثر من 90% من بلده المنصوره ايضا.
اي ان مساله السد بقت محرره، بقت تاليه للمنصوره المحرره الان، الشبه المحرره الان، وباتت القوات من هذه الجهه وهي الابعد الى الرقه حوالي 14 او 16 كيلو متر. سنتابع كل هذه التطورات باتت، وهذا المسار، هذه المعارك بينكم وبين داعش والتقدم الذي تحرزونه في معركة الكبرى، معركة الرقة. شكرا من القمش لدكتور ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة للقوات السورية الديمقراطية.